أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى أنهما اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض أوائل العام المقبل. ذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا في الاتصال الهاتفي سبل الاستمرار في دفع الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الأمن ورخائه في الشرق الأوسط.